يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن سود غدا الاثنين طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى، والبداية من القاهرة. 26-13 الإسكندرية، 21-12 مطروح، 20-10 بورسعيد، 24-14 الإسماعيلية، 26-13 إلى السويس، 26-13 العريش، 22-10 طابة، 22-13 شرم الشيخ، 26-16 والغردقة، 26-17 وإلى الأقصر، 28-14 أسوان، 28-15 الوادي الجديد، 27-10 شلاتين، 27-17 وحلايب، 25-16. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.